اليوم تنتواجد امام قصر البلدي في الوقت اللي في الوقت اللي البلديه بتمر واحد كناش التحملات اللي فيها الاقصاء المهنيين وفي خدمه بعض اللوبيات اللي بيحتكروا هذا القطاع وبيشردوا اكثر من 190 عائله. حنا تنطلبوا بالتشاركيه في هذا الكيد شارج باش يستافدوا من الخبره ديالنا في هذه المهنه ونوصلوا لواحد دفتر التحملات اللي هو في صالح المهنيين وفي صالح المدينه ككل ويستافدوا منه الناس ونخرجوا به زوين ومقاد. اليوم اتفقنا الجمعيه والنقابه اللي تابعين لها باش نديروا هذه الوقفه في الوقيتة اللي كيدوزوا كناش تحملات في المجلس البلدي دابا كيناقشوه اللي فيه بعض الاكراهات وبعض التعسفات اللي المفروض ما خصهاش تكون ما خصهاش بدر من جهه اللي هي مسؤوله بحال هذه. تدبير المفوض النقطه الاولى تدبير المفوض اللي هو بغاو يفوضوا هذا القطاع لواحد شركه معينه اللي عندها الفلوس في حين احنا اللي ضربنا سنين وتكرفصنا ووقفنا وخير دليل جائحه ديال الكورونا اللي خصصنا 15 امبيلونس منها 8 مجهزين وسبعه عاديين يعني بالمجان من المازوت من عندنا كل شيء من عندنا كاع الموارد البشريه من عندنا درنا هذا الشيء كامل في الاخر كنتصدموا بهاد الناس دايرين هاد كناش تحملات باش يقصيونا حنا مع الرغم ان الدستور الجديد ولا القانون ولا سيدنا الخطابات ديالو الاخرى كيقول بان ما خصوش يكون الاحتكار ما يتقصى حتى شي واحد ما يتهمش حتى شي واحد وهاد الطبقه هادي اللي كتشتغل في هذا الميدان كلها طبقه هشه يعني الناس خدامين يعني غير خدامين باليوميه ديالهم يعني باش نقصيهم في غيمشيو مع الرغم ان هاد العلم ان هاد القطاع هذا كيحتوي على واحد ما يقدر واحد 70 عائله اللي كيتصرف عليها هاد القطاع هذا في غيمشيو هاد الناس. حنا كنطلبوا هاد الناس هادو باش يجلسوا معنا الارض ويحاولوا يشاركونا في كناش تحملات باش نعطيو الافادات ديالنا بحكم حنا مهنيين كنعرفوا هذا القطاع وكنعرفوا الخبايا ديالو يعني ما يمكنش غادي يجيو هما وغادي يديروا داك الشيء اللي بغاو وحنا نوافقوا عليه لا شاركونا. كنطالبوا يحيدوا التدبير المفوض كنطالبوا ثاني حاجه كنطالبوا باش يشاركونا في هذا الشيء وما يقصيو حتى شي واحد وما يهمشوا حتى شي واحد. اليوم جينا تنتضامنوا مع الاخوان وكنتفاجئوا بواحد دفتر تحملات اللي هو تعجيزي وما فهمنا فيه والو. اولا هذا دفتر التحملات ما عيطوش لينا عليه ما شاركوناش معاهم في النقاط اللي ممكن غادي تسميتو وكنقول لكم بانه من هذا المنبر المواطن هو اللي غادي ياكل العصا. كاينين اللوبيات كاينين الناس جاوا بيشريوا المارشي ما عندهم ما يديروا بالناس ديال مراكش. الناس بغات تاخذ المارشي بغات تخدم لاوروبا بغات تخدم مع لي زاسيورونس ما عندها ما دير بالمواطن. 15 سياره راه هذا القطاع راه ما تيغنيش هذا القطاع غير تنعيشوا منه. 34 عام وانا خدام عندي سياره واحده. المخير في مراكش عنده 50 عام وعنده 4 ولا 5 سيارات. راه حنا ماشي مليونيرات ماشي مليارديرات، حنا ناس مواطنين عشنا في هذه الحرفه انا خدام فيها مده 34 سنه. علاش لهاد الناس ما يعيطوش لنا ونكونوا معاهم في دفتر التحملات ونشوفوا معاهم المسائل الايجابيه والمسائل السلبيه من هذا المنبر ومع الاخوان كاملين رؤساء الجمعيات الاخرين والنقابات تنطلب من رئيس المجلس البلدي والناس المختصين يعيطوا لنا يحبسوا دفتر التحملات ويعيطوا لنا يناقشوا معاهم ويقولوا لنا اشنو هما الايجابيات والسلبيات.